اسمح لي اسألك واقول لك كلام شديد. ايش معنى؟ لزوزت عملها معاه. مع مين؟ الاستاذ مفيد. اهلا ماركيلو. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل اتفضل. دي موضة بس في ايطاليا دلوقتي. فين؟ شبشب على البدلة. صحيح؟ لا متهيفة قوي. حد في الدنيا يلبس بدلة وبعدين شبشب؟ هم جانين. شريف ما تطلعش الراجل ده بشبشب تحت. Ciao ragazzi, ragazzi della sosta. Stasera con Mufid Fawzi. مين أشهر مذيع في مصر؟ مفيد فوزي. تعليق؟ أنا جريء. في بقوله. يعني أنا افرض مثلا إنك أنت قلت لي إيه؟ هل أنت جريء على طول؟ أقول لك آه. على طول؟ على طول. آه أقول لك آه. تقول لي إيه شكل الجرأة؟ أقول لك مثلا أنا ما أحبش حد يكلمني وهو بقه البانة. شيل اللي بانا من بقك عشان تكلمني كويس. ده بجد ولا اذا سمحت؟ امال ده بجد؟ امال بس دي حاجه بتبع البروجرام بتاعتنا. البروجرام لازم تبقى فيه لبانه. لازم هو كده عشان تاكل. يا نهار اسود يا نهار اسود. والكالتشرز بيعملوا مع بعض. كالتشر انك انت تبقى بقك لبانه وانت بتكلمني. هي كده بس. ده هنا في مصر مش كويس. في مصر اه انا لو حطيت لبانه ببقي في مصر وقعدت اكلم مسؤول ده انا تاني يوم ابقى منشد في الجرايد. لا والله. تفهم يعني ايه منشد في الجرايد؟ يعني التيتر بتاع الجورنان. جورنان. بيقولوا ايه بقى؟ لبانه في فم مفيد فوزي وهو يحاول. مين اكتر مطربه مزه بالنسبه لك؟ فيروز. مزه؟ مزه؟ اه انا بكره كلمه مزه. يعني ايه مزه؟ يعني مزه سكسي. يعني ايه مزه؟ سكسي. سكسي؟ ما تهمنيش. ومطرب؟ عبد الحليم حافظ. صوت بيريح. يعني ايه بيريح؟ صوته. انت اتجوزت كم مره؟ هي مره واحده. قبل الجواز كنت بتعط؟ بعط اهدي زي مزه بالظبط. هي بس مفيش في الدنيا. بس دي كلام مصري صح. مفيش في الدنيا محاور يقول لحد انت كنت بتعط. بس ده لايت بروجرام. لا 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 وفي حجمي ما يتقالوش انت بتعط. طب يقول له ايه؟ اسمها ايه؟ اعلمك بقى. بليز. هل كانت لك نزوات؟ هل كانت يبقى... لك نزوات؟ كان عندك نزوات؟ لا انا اصلا واقف على بتعط. كنت بتعط. عط ايه؟ عط ايه في قلبك؟ في حد بيعط؟ مع موزز. موزز ايه؟ بتعط مع موزز. موزز ايه؟ ليه؟ ليه؟ لا لا ليه؟ ده كلام جميل يا راجل. ده يعجب حد تاني. مين بقى؟ لا واحد. لو قعد جنبك هنا وقال وقلت له انت بتعط مع موزز يقول لك ده انا كل حياتي عط مع موزز. هو ما بيعملش حاجه اصلا. مش مشكلتك. مش مشكلتك. اسمها ايه بقى؟ نزوات. نزوات. هل كانت لك نزوات؟ فكنت هقول لك انا ايه؟ كلام معلش انت مش هتفهمه بالعربي. بس انا اللي بحط ان نزواتي كانت وقودا في الحياه. وقودا ده بترول. ولا تعرف كان يعني كانها بترول. بتسخنك. ايوه اسم الله عليك. يعني بتديني جرعه. تسخن عشان نزوه ولا ايه؟ لا 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 النزوه تسخنني. فالسخونه في النزوه تخليني اقبل على الحياه. وعليها. عليها ده مين؟ على مين؟ نزوة. لا 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 انا بكلمك النزوه حاجه يعني. انت الواحد لازم يقعد معاك عشان يشرح لك الدنيا شكلها طبعا ايه. طبعا معنى كده عشان ده انت جزء من ظرفك الحكايه دي. انه النزوه انك انت تبقى لك بلغتك بقى عطايه. دي عطايه. استاذ مفيد مزه يا خراشي كان قصده عليا انا ايام ما كنت واسع.